يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية، رجعنا لكم عشان نكمل كلامنا. ودلوقتي هنتعرف مع بعض على اخر الاخبار واخر المستجدات المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه المختلفه والانشطه اللي فيه مع مراسلنا وزميلنا العزيز مينا ماهر الموجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. مينا صباح الفل عليك، سامعينك، اتفضل. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نعوان، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. 10 الصبح في الأهلي ويوم جديد، وبتمنى يعني إن شاء الله أن يكون يوم مليان بالخير والسعادة والتفاؤل على كل الناس. يعني من ملعب مختار التتش وكالعادة بنطلعكم على كل ما هو جديد في أخبار النادي الأهلي والفرق المختلفة. يمكن البداية بتدريب فريق كرة بالنادي الأهلي، يعني يمكن بعد توقف دام حوالي أسبوع بيرجع تاني فريق النادي الأهلي للتدريبات من جديد، يعني استعدادا طبعا لمباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ده طبعا بعد الأداء الكبير اللي قدمه فريق النادي الأهلي أمام فريق فيتا كلوب في عقل دياره، وقدر فريق النادي الأهلي أن يفوز بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء. يمكن كان في كده استغلال للراحة السلبية اللي منحها مستر بيتسو موسيماني. يمكن لو زميلي عودة يقدر يجيب لنا ملعب مختار التتش، كان في استغلال للراحة السلبية بصيانة ملعب مختار التتش. يمكن تم عمل صيانة كاملة للنجيلة الموجودة بملعب مختار التتش، بصراحة يعني حاجة تدعو للفخر ان ملعب زي ملعب مختار التتش ده يكون مكان هنا بعد مكان لتدريب النادي الأهلي بعد الصيانة اللي كانت عليه. وأيضا كان كمان تغيير مقاعد البدلاء بالنادي الأهلي هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بملعب مختار التتش. وأيضا يعني يمكن ده كله في سبيل يعني توفير كل سبل الراحة لفريق النادي الأهلي واللاعبين. وأيضا كمان يعني قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب إزالة المدرج القديم بملعب مختار التتش. يعني لم يعلن حتى الآن إيه اللي هيبقى مكانه، لكن خلاص في خلال أيام قليلة هيكون إزالة المدرج القديم بملعب مختار التتش. يمكن كمان الخبر السار لكل جماهير النادي الأهلي، يعني عودة الحاوي وخاتم سليمان وكابتن وليد سليمان هيعود مرة أخرى للتدريبات في خلال الأيام القليلة القادمة. يعني النهاردة إن شاء الله في التدريب هيكون في جلسة بين مستر موسيماني ودكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق وأيضا كابتن وليد سليمان، يعني بيتكلموا فيها عن مدى جاهزية اللاعب للعودة مرة أخرى للتدريبات وللمباريات بشكل أساسي. كلنا طبعا بنتمنى التوفيق لفريق النادي الأهلي إنه يعني التدريبات الأيام المقبلة وإن شاء الله يقدم مستوى طيب ومستوى المطلوب دايما أمام فريق المريخ السوداني. يمكن بقى لو هنروح للفرق الأخرى والصلاة، فلا صوت يعلو فوق صوت مباراة أمس أمام فريق نادي الزمالك. يمكن فريق النادي الأهلي امبارح لكرة الطائرة قدم أداء أكتر من رائع بحضور كابتن محمود الخطيب بصالة المقاولون العرب. قدر ماسترز الأهلي يفوزوا على فريق نادي الزمالك بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء. يعني يمكن الشوط الأول كان فيه شبه اكتساح لفريق نادي الأهلي بنتيجة 25 مقابل 13، والشوط الثاني بنتيجة 25 مقابل 18، ولكن الشوط الأخير والثالث يعني كان نادي الزمالك قدر يستعد ثقة مرة تانية في المباراة، ولكن بخبرة نادي الأهلي وخبرة اللاعبين قدروا أن هم يحسموا الشوط بشكل ولا أروع بنتيجة 25 مقابل 23. يمكن امبارح كان في تألق كبير جدا من محترفي الفريق. يمكن كرايزمر وريموند قدموا اداء اكتر من رائع، ايضا احمد صلاح واحمد سعيد وعبد الله عبد السلام. مش عايز انسى حد بصراحه، لعيبه النادي الاهلي كانوا امبارح يعني قدموا اداء مشرف للغايه وقدرنا نفوز على الغريم التقليدي فريق نادي الزمالك. هارد لك طبعا لفريق نادي الزمالك، والف مليون مبروك لفريق النادي الاهلي لكره الطائره ان شاء الله يعني لمزيد من النجاح والانتصار في المباريات المقبله. أيضا سيدات طائرة الأهلي حققوا فوز قوي على فريق نادي الشمس بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط ضمن فعاليات بطولة الدوري. أيضا رجال سلة الأهلي يفوز فوز قوي جدا على فريق طلائع الجيش بنتيجة 86 مقابل 63 ضمن فعاليات بطولة الدوري العام. وشباب سلة الأهلي 20 سنة حققوا فوز كبير على وادي دجلة بنتيجة 71 مقابل 61 ضمن نهائيات بطولة الجمهورية. اخيرا سيدات الاهلي لكره السله النهارده هيكون في مباراه قويه جدا امام فريق نادي سموحه الساعه 6 على صاله الشهداء ضمن فعاليات بطوله الدوري المصري. طبعا كلنا عارفين يعني فريق سيدات كره السله بنادي الاهلي ماشي الحمد لله يعني بشكل قوي جدا، ماشي انتصارات يعني ربنا يا رب يكرمهم ان شاء الله ويقدروا يفوزوا في المباريات المقبله ويكلل تعبهم بحصد اكتر من بطوله في هذا الموسم.
دي كل الاخبار والكواليس المتعلقه بالنادي الاهلي. لو في اي استفسارات او اسئله انا معاكم على مدار اليوم. ولا اي حاجه غير كل شكر ليك زميلنا العزيز مينا ماهر مراسل قناه النادي الاهلي. صباح الفل عليك.